وكنا واحد القضيه ثاني ما عرفتش واش اشاعه ولا هذا شنو القصه ديالك مع سينا؟ سينا سينا كانت كان عندي واحد الحضور في واحد الحفل في مراكش وكباقي الفنانين اكيد ملي كتكون كتغني كيجيو ناس يتصوروا معاك حيت الا ما جيتش نتصور مع هذا وهذا وهذا احسن نمشي للدار ونسد عليا ما نصور مع حد مي مي تصورنا شي حد التقط الصوره ولاحها بطريقته دونك انت تلاقيتي مع سينا في مراكش في الحفل ديالي كان هي كانت في الحفل وتصورتي معها صورنا في الحفل لدرجه انه حتى لواحد المشهد الا شفنا في لي فوتو انه لا 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 الميكرو مقطوع عاش عاود عطيتهم الفيرسون الحقيقي اللي فيها الميكرو هنا تلاقينا في الدخله ديال 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 لوطيل لانه كان في لوطيل اللي كنا خدامين فيه وتصور كصور عاديه زعما ما كاينش شي هنا هذه اللي قلت لك انه ولا شنو اللي يد كلها راه كاين الميكرو هذه كي الصوره الحقيقيه هو مشى الميكرو في السينا ولا في داك لا في يدي انا اللي كنت كنغني ف هذه شي لايف في مراكش هذا سهر لايف في مراكش في المحيط ديالنا ما دارش لا بروميير بارتي ديالك ولا شي حاجه هي نو دونك ماشي صديقه ديالك سينا لا ماشي صديقه حيت خرجوا لك واحد لارتيكل سميتو يلتقي الفنان المغربي حاتم إدار مع الفنانه سينا في يوم عيد الحب سان فالونتان كيدوزوها مع بعضياش عيد الحب كنت في واحد المجمع رباني في واحد الجامعه في الدار البيضاء ورديت على بعض الناس بالصور وبدلائل انه كنت في هاد الحفل هذا اللي كان العنوان ديالو هو الشباب في حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم فديجا ضريبه الفنان هي هذه كيتعرض للاقاويل كيتعرض لبزاف د المسائل ولكن هذه او ميم طون ماشي كيفرحني ولكن كيخليني نحس بانه انا راني غادي راه العجله كدور حيت الانسان اللي ما كيتكلم وشفك اذا راك بلاصك انت راك لا شيء اذا ديجا ملي كتشوف القالوا القيل بعض المرات كيدل انه انت راك خدام راك غادي اشاره بانك غادي في لو سونس لو بون سونس نعم شكرا على التوضيحات اللي كانوا مهمه بزاف وكنحيوك على الصراحه ديالك إدارة